بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس باستقامة العمود الفقري، جلسة مريحة، اللي ما بيقدر مو مشكلة، يفضل استقامة العمود الفقري على الأرض على كرسي، إرخاء لكل الجسم، مراقبة التنفس، شهيق وزفير بهدوء بانتظام إيقاع منضبط. شهيق 4 عدات، حبس الهواء 4 عدات، زفير 4 عدات، بدون هواء 4 عدات، من جديد شهيق، حبس النفس، زفير بدون هواء، بعدين شهيق، حبس النفس، زفير، بدون هواء، اللي بيحب يغمض عيونه أفضل، وتابع المعلم إرشاداته لي قائلا: بوصة فبوصة سأهذب نفسك وأضبطها، شبرا فشبرا ستجبر على الاقتراب مني لأني أنا سيدك ومعلمك، وسوف لن تطيق تأليه الحواس وتبرير الملاذ التافهة. مزق الحجب يا بني، مزق الحجب. عندها علمت أن المعلم قد أصبح مسؤولا عني، وشعرت أن عبئا ثقيلا قد سقط عن كاهلي. وتابع تعاليمه: إن الاختبارات الروحية هي حسنة ومرغوبة، ولكن الأمر الأحسن منها والأكثر روعة هو الخلق. الخلق هو كل شيء، والخلق الكريم لا يأتي فقط من علوم التعلق بالدنيويات. إن الآلام والأرزاء تستدر قوى النفس وتبني الخلق على صخر أقوى من عناصر الزمن. رحب بالأرزاء وهلل للآلام، وابصر الفرص المقدسة التي تجلبها معك. الحديد يقطع الحديد، كما يقول المثل: الألم وحده كفيل بقهر الغريزة. مبارك الألم، مبارك. إن المتعبدة العظيمة كونتي صلت أن يكون نصيبها الآلام والبلايا حتى تتذكر الإله أكثر وأكثر، وابتهالها كان صادقا. صلي أنت كذلك. وإن كنت تحبني اعلم أن الألم يقربك مني كثيرا،
رحب به ولا تتعمده، وستشرق عليك أنوار طبيعتك العليا. الفاني يجب أن يسحق ويصلب قبل أن يظهر الخالد ويبزغ الباقي. إنه أنت الحقيقي الذي يكمن خلف أبواب الوعي المادي. ثم يا بني، لماذا الإهانة والاستهتار بالطرق الروحية الأخرى؟ صحيح أنك قد تبنيت طريقا روحيا وينبغي لك أن تكون به أمينا، ولكن لماذا التعصب الأعمى؟ حيثما وجد المجد وتألقت العظمة، هناك يكون الرب مع ملائكته. اهدم كل الحواجز، إنك غير ممنون ولا أجر لك للتمسك بهذه الاصطلاحات الواهية والاعتراف بتلك القيود. وكن رحب الآفاق وطيب الأخلاق، واعلم أن واجبك الأوحد يكمن في تنقية النفس من كل شوائبها وتصفيتها من كل كدوراتها. ثم من طلب منك أن تعظ وتنادي بفكرة ما باستثناء الأفكار الأخرى؟ بل من طلب منك أن تعظ على الإطلاق؟ سابقا كانت رؤيتك غائمة، لقد فتحت عينيك بعض الشيء. الآن وقد أصبحت على وشك الفهم، فقبل أن تحاول تعليم الآخرين عليك أن تعلم نفسك، وقبل أن تنوي إصلاحهم عليك أن تصلح ذاتك. واحذر من الضلال أو الوهم، فتحت إحساسات الإيثار والرغبة في خدمة الكبار والصغار، تكمن الأثر والاشتهاء مع الرغبة الرغطاء. بالحق إن محبة الذات هي أكبر لعنة على الأرض والسماء. اشدد حقويك واكبح جماح الفكر، فإن كان فكرك يعدو خلف هذا الآل وذاك السراب، فكيف بمقدورك أن تمد يد العون للآخرين أو تلهمهم بأنموذج حياتك وترفع من مستواهم؟ إن تركيز الفكر هو باكورة المطلوب، وإن سطح وعيك هائج مائج، وإذا ما تم قياسك بهذا السطح فإنك لست سوى طفل شقي عنيد يكره التهذيب ويمقت الطاعة والترتيب. إن المطلوب هو أن تستخرج كنوز الأعماق وشهب الآفاق. أجل، عليك بإظهار ذلك الكائن الحقيقي الذي هو أنت. أنت هو وهو أنت. أما أن تكون بوعي إلهي لحظة وعبدا للشهوات في أخرى، هذا التأرجح لا يجدي نفعا ولا فتيلة. يا بني، إنه الخلق كما قلت لك مرارا وتكرارا، هو الأمر الذي تمس الحاجة إليه من أجل تحصيل الرؤية المقدسة. إن سحر المثاليات وفتنة التصورات البشرية تقف أمامك مثلما وقفت أمام بوذا والريشيين والعباد والصديقين والأولياء والصالحين. الأرض كانت إذ ذاك مثلما هي عليه اليوم،
الصيف كان حارا والشتاء باردا والشهوة تتأرجح في قلوب الناس، والفاقة والثراء والصحة والداء كلها كانت تقف جنبا لجنب. كانت الأدغال وكانت الجبال والأنهار والمدن والأسواق، والموت ذلك الحين كان يتبختر كما يفعل اليوم. وكان على الإنسان أن يواجه الصعوبات نفسها التي تواجه الناس هذه الأيام. إن بوذا نظر إلى العالم نفسه الذي تنظر إليه أنت اليوم. لذلك المعرفة نفسها يمكن تحصيلها، فعقد النية وتأهب للمهام العظيمة التي في انتظارك. إنه العقل الواعي الذي عليك ضبطه وتهذيبه، لأنه الوسيلة للتحكم بتيارات العقل الباطني، والمحرقة التي عليها ستتحمص بذور الميول السابقة التي كثيرا ما تجسر أن تقف على عتبة كيانك. فإذا ما دربت وهذبت هذا العقل الواعي الذي أنت على دراية به في ساعات اليقظة، سوف تبلغ حالة الوعي السامي Super Consciousness. من الظاهر يرتقي الإنسان إلى الباطن. بل إلى المجهول. والمعرفة يتم إحرازها بتوسيع مدارك العقل، وهذه المعرفة وهذا الاتساع في المدارك ليس لهما حدود، فلا توجد نهاية لامتداد الوعي البشري، والغاية هي المعرفة الكلية. إن المعرفة الحقيقية يا بني ليست معرفة كتب، ولا تتأتى عن تحصيل الشهادات من المعاهد العليا. إنها معرفة حقيقية قد يحصل عليها الأمي الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، ويضلها صاحب الشهادات والمناصب والأوسمة والمراتب. إن المعرفة الحقيقية تظهر الإنسان وليس الأشياء. إن المعرفة الحقيقية هي عملية إدراك واعية وهضم الطعام مثل هضم الأفكار يمس جوانب الشخصية. الجملة العصبية يجب أن تستوعب الأفكار السامية، عندها يصبح الجسد مليئا بالروح والفكر بالارتقاء والطموح. فبهذا الوعي ومن هذه الحالة، قال أحد المعلمين، حتى أن جسدي قد أصبح روحا. لهذا حتى الخدمة المادية للمعلم هي حق امتياز ثمين، والجسد يصبح روحا بالأفكار النقية والخدمات الإيثارية. ومهمة كبرى أوصيك بها، وهي الاختلاء بالنفس ومناجاتها. إن تركيز فكرك الآن يعتمد لدرجة كبيرة على البيئة والظروف، وأراك تطلب الحياة الاجتماعية، وكأن أفكار الآخرين تصلح غذاء لنفسك ومعرفة ذاتك. إن العزلة الإيجابية هي ثمن العظمة، والمعرفة تأتيك من داخلك لا من الكتب ولا من أحاديث الآخرين
ولا من أي مصدر آخر سوى نفسك. فلما الاعتماد على الآخرين؟ وكوحيد القرن سر هكذا في دروب الحياة. وعندما تتعمد بالعلوم الروحية وتستحم بمحيط المعرفة الإلهية، عندها سيصبح العقل هو معلمك. العقل الشامل هو حقيقة روحك. هذه هي حكمة قديمة. لماذا؟ لأن تمخيض الفكر من أجل معرفة النفس هو الألوهية التي هي أنت. فأنا والكل هم مظاهر لتلك الحقيقة العظمى. إن الوعي الذي كنت به أثناء إقامتي في عالم أحلامك لم يكن سوى نافذة منها تطل على اللانهائي. وإذ ذاك كنت أبذل المجهود لكي أمتزج بكليتي في الوعي المطلق اللانهائي، فالذي هو حقيقي لي والذي هو خالد بك هو الله. أعبد الله يا بني، أعبد الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. في الأرض إله وفي السماء إله جل جلال الإله. ناخذ شهيق، نشهق أثير روح نورانية الحروف بالزفير. عم نطرد وهم الأنا بالشهيق، عم ننشط الروح فينا بالزفير، عم ننشط طرد الوهم شيق من جديد. مدة منحس بوجودنا الحسي أكثر، نعقد العزم على تطبيق فحوى هذه التعاليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.